وقوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، قل لهؤلاء الكفار الذين اتخذوا من دون الله شفعاء يؤملون شفاعتهم. ويدل لهذا ما قبلها من آية، وهي قوله تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل يا محمد لهؤلاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل أولو كانوا، يعني ولو كان هؤلاء الذين اتخذتموهم شفعاء لا يملكون شيئا ولا يعقلون أتتخذونهم مع عدم ملكهم وعدم إدراكهم؟ فإن قالوا نعم فهذا هو محض الخبل والجنون. كيف تطلب الشفاعة من هؤلاء الذين لا يملكون مثقال ذرة ومع عدم ملكهم ليس لهم إدراك ولا عقل؟ فيكون جواب لو محذوف، تقديره أتتخذونهم مع ما فيهم من هذه الصفات. ثم قال عز وجل قل لله الشفاعة جميعا، وذلك بأنهم راغبوا في شفاعة هؤلاء المعبودات من الأصنام ليتخذوها وسيلة تقربهم إلى الله عز وجل. وهذه الآية وهي قوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا هي في سورة الزمر، وفي مطلع سورة الزمر بيان سبب اتخاذ هؤلاء الكفار لهذه المعبودات. قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. ثم ختم الآية بقوله إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فدل على أن من كان سبيله كسبيل هؤلاء المشركين من كفار قريش يكون حكمه كافرا، لأن الآية في خاتمتها دلت على ذلك. فقال عز وجل في ثنايا هذه السورة قل لله الشفاعة جميعا. كلمة الشفاعة تدل على الجمع، وذلك لأن ال كما هو مقرر في الأصول إذا دخلت على الكلمة تجعلها في حكم العام، ثم جاءت كلمة جميعا مؤكدة لهذا العموم. ثم قال عز وجل له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. فالشفاعة له جل وعلا، لما؟ لأن له ملك السماوات والأرض، ثم يكون مصير الجميع إلى الله عز وجل فيحاسبهم، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. والتخصيص في الآية على أن الشفاعة جميعها لله عز وجل يدل على أن لها أنواعا وأقساما، وهي كذلك بالفعل لها أنواع، وجميع هذه الأنواع ملك لله عز وجل. وإذا كانت هذه الشفاعة كلها ملكا له عز وجل ففي ذلك نفي بدلالة الآية التي قبلها، فيها نفي للشفاعة الشركية،